اللاعب الأشهر مونيكا روسو التي تسير على خطى اللاعبة السابقة ناديا كومانشي. وبمناسبة ناديا كومانشي صاحبة العلامة الكاملة في مونتريال عام 76، انتقلت للولايات المتحدة الأمريكية وحملت الجنسية الأمريكية وقامت بتكوين مدرسة خاصة بالمواهب للجمباز وساهمت في نشر اللعبة في الولايات المتحدة الأمريكية. إذا مونيكا على جهاز المتوازي مختلف الارتفاع، إذا حركة تقريبا من